انت في الماء يفو ايفيتي تو توبستاك، على قد ما تكون عندك يد خارجه او راسك مايل او عند هذه باش نعطيك فما فوالا هذا يفو شيرشي ليدرو ديناميزم، الانزلاق في الماء باش يتم يلزمو البدن يكون في وضعيه امتداد اللي هي تنجم ما تخرج حتى عضو من بدنك اللي باش يعمل احتكاك في الطلوع ولا في الهبوط. يعني كي تبدا هابط ما تبداش هابط وراسك مقشوع على التالي وفما الماء يهرب لهنايك ويضرب في جبهتك، يعني فروتمون كل احتكاك باش ينقص لك في السرعه نتاع الهبوط نتاعك، دونك باش تقعد اطول وقت. هنا ما تبكش تعمل من نفس البرفورمانس اللي تكون عندك الهيدروديناميزم نتاعك بارفي. هذه اللي علاش نخدم بالطريقه هذيك. الكل معناها ماخذينها احنا من الطبيعه، نشوفوا كي يهبط عصفور ايا كان النوع نتاعو في الماء، شوفوا الامتداد نتاعو كيفاش راسه يمشي للقدام، وساقيه يهبطوا مع بدنه، وجوانحه يمتدوا للتالي، كنا ماخذينها من الطبيعه معناها. بحكم ان مخلوقين فوق الارض، فما عندنا تنفس، لازم يكون فما تنفس، باش تمتنع عن التنفس. فما دي تكنيك منها الاسترخاء، كي تسترخي باش تنقص استهلاك الاكسجين من طرف العضلات. بدنك كامل يستهلك الاكسجين، اقل ما على قد ما تستهلك اقل العضلات نتاعك والليزورغان فيتو نتاعك بصفه عامه تحاول باش تنقص استهلاك الاكسجين، قد ما تعيش اكثر تحت الماء. هذا الغايه منها، اذا كان انت تحت الماء ظهر لك او باش تطلع يدك او باش تحك راسك او باش تتغزر في مكان اخر، يعني اي حركه باش تقوم بها راهي باش تسهلك لك الاكسجين. واحنا لازمنا نعملوا ايكونومي دوكسجين. هذا اللي باش يخليك مع الاسترخاء مع المونتال نتاعك يكون عالي، ما تخممش في تزيد الديستونس اللي بتعملها، ما تخممش في لي زاكسيدون ينجموا يقعوا، ما تخممش في حتى حاجه سلبيه اللي بتخليك تخرج عن الوضعيه اللي انت فيها. هذا قد ما يكون انسان المونتال نتاعو عالي على قد ما ينجح اكثر في الابنيه نتاعو.